مدارس ولها أيضا انعكاسات على الوصول من الدعم. هناك مختلف أشكال الحواجز، منها الحواجز اللغوية، ولو لم نعالج هذه المشاكل فكيف نعالجها؟ المسألة الأخرى هي عندما نتحدث عن هذه الهوة الرقمية فكثيرا ما نركز بشكل زائد عن الحاجة على الرجال والنساء، ولكن النوع الاجتماعي والجنس لا غير محصور على ذلك. نعلم أن الجنس ليس فقط ذلك، ولكن نتحدث عن الفضاء الجندري. وإذا تحدثنا عن القطبية في هذا المجال، ومن الأشياء التي لم تعالج بشكل جيد على الأقل في الهند في هذا الصدد، الكثير من الناس من ليلة إلى ضحاها فقدوا الوصول إلى دواء مهم، وأيضا الأشخاص الذين كانوا قيد عملية تحويل الجنس إلى آخر هم أيضا عانوا من عدم وصولهم إلى هذه الاستطبابات. هناك ونتحدث عن كوفيد-19، وفي هذا العصر المعلومة لها قيمة خاصة. الكثير من الحكومات تتبع أو تستخدم تطبيقات تتبع البيانات. في هذه الدول هناك دول كثيرة التي ينقص فيها الوصول إلى الإنترنت الكثير من المواطنين. هناك مشكلة مع شحن الهواتف المحمولة لأن الكهرباء غير موجود. شكرا لك على هذه المعلومات، وهي في غاية الأهمية، وسوف نعود إليها أيضا فيما بعد التي ذكرتها. أود أن أقول للمشاركين، ونحن عددنا أكثر من 70 شخص، هناك إمكانية طرح الأسئلة على المتحاورين المشاركين في الجلسة. بإمكانكم استخدام وظيفة الـ Q&A، منصة الأسئلة والأجوبة تحت أسفل الشاشة، لنجعل هذه الجلسة تفاعلية. وأرجو الانضباط والتمسك بدقيقتين في الحديث. ننتقل إلى جيري الذي يعمل في التحالف المعني بالوصول. أرجو منك أن تزيد لنا المعلومات عن ما هي جائحة كوفيد-19 في المواضيع المنصبة في مجال اهتمام تحفلك، فما قولك؟ شكرا. أود أن تعطوني 30 ثانية عندما انتهي. سوف أتحدث عن قضيتين. أولا يجب أن نعرف أن المعوقين عندهم صعوبة في الوصول إلى الإنترنت. في البداية أقول أن هناك حوالي كل شخص من 7 أشخاص هو مصاب بإعاقة ما. هذه مجموعة كبيرة وهائلة. نحن نعرف أن أغلب المنتجات الرقمية تعطي تفوق غير منظور للأشخاص الذين عندهم وصول للإنترنت، والأشخاص المعاقين لديهم صعوبة شديدة. لذلك فإن كوفيد-19 أثار المجتمعات كلها وأثار مشكلات تتعلق بالإعاقة. المعاق الذي ليس لهم إمكانية من الدخول إلى الصفحات والمواقع الإنترنت العادية الأكثر انتشاراً. إذن المعلومات العامة عن هذا الفيروس يتم إحداثها بسرعة، فهؤلاء الناس هم لا يصل إليهم حتى هذا النوع من المعلومات.
أو لنقول أيضا صعوبات متعلقة بالتعليم والحركة. فإذا هؤلاء الناس هم لديهم مشاكل أكبر بكثير، فالإضافة إلى عدم الوصول إلى الإنترنت ذو النطاق العريض والسريع، أريد أن أقول أنك طرحت عدة مواضيع للصفحات العادية، وهذه ملاحظة مهمة، وسيتحدث أيضا الزملاء عن هذا الموضوع لما هي الإشكالات التي لدى المعاقين. والموضوع الآخر المتعلق به، ففي مجال التعليم فالمكاتب العامة التي لديها إمكانية في خلال هذا الوباء والجائحة، فالنسيا ستتحدث لنا أكثر عن هذه الجهود التي تتم في هذا المجال. شكرا بأنك انضممت إلينا، لديه دقيقة. بالطبع شكرا. فيما يخص تحالف، ننظر إلى المؤسسات على شكل المكتبات، فهي أيضا انخرطت في الفضاء الرقمي، ونحن نحاول إلفات الانتباه إلى ثلاثة عناصر رئيسية قد تعزز من القدرة على استخدام هذه الحلول الرقمية. فيجب الحفاظ على توقعات استمرارية البنية التحتية من الأجهزة اللوحية، الكمبيوترات والروترات واي فاي والأجهزة الكمبيوتر العامة لأغراض ضرورية، وهذه الخدمات لها عامل رئيسي لدعم هؤلاء الأشخاص الذين ينعدم عليهم الوصول إلى الإنترنت أو ليس لديهم هذا الجهاز في البيت. الشيء الثاني هي القدرات الرقمية، ونحن رأينا نماذج واعدة لمثل هذه البرامج عن بعد، وعلى سبيل المثال أثناء جلسة المهارات الرقمية الافتراضية المعروضة من المكاتب أو المكتبات الإلكترونية في مختلف أنحاء البلاد، فهذا شيء لا يمكن الاستغناء عنه. فدعم إمكانية الوصول والتعليم الرقمي، وقد يساعد ذلك للعديد من الأشخاص الذين ليس عندهم الوصول لهذه الخدمات. والعنصر الثالث المحتويات الرقمية في العديد من الدول، إن سمح بذلك الإنترنت، فالمكتبات الإلكترونية وسعت مواردها الإلكترونية، وهذا يساعد على زيادة الكفاءات والمؤهلات. شكرا لك. أطلب من المشاركين أن أيضا أن يستخدموا Q&A لطرح الأسئلة والحصول على إجابة عليها. سوف نتحدث عن التوصيات إلى الحكومات، ماذا يمكننا أن نغير في سياق الوباء. معنا جون بيريس من هذا التحالف الديناميكي، دقيقتين لك. ما هو السؤال؟ ماذا يجب على الحكومات أن تفعل بعد هذا الوباء؟ أنا ممثلة لهذا التحالف،
بشكل خاص بالنسبة لبطاقة حقوق الإنسان، فإن الحكومات ملزمة باحترام حقوق الإنسان، ويجب تأمين إنفاذ هذه الحقوق في المجال الرقمي أيضا، فخاصة عند العمل أونلاين عن بعد، فمن المهم جدا أن تقوم الحكومات أن تعمل معتمدة على المعايير التي تلائم هذه القوانين التي هي سواء كانت أوفلاين أو أونلاين، يجب أن تكون واحدة ومعايير واحدة. يجب عدم الضغط على المواطنين أو استخدام الذكاء الاصطناعي لملاحقة أو التمييز. في تحالفنا ننظر إلى كل هذه الأمور ونراقبها ماذا يحصل في سياق الكوفيد بهذا الشأن. ممتاز، نشكرك يا جون على ما تفضلت به. دقيقتان قد مضتا، وبعد قليل سنصل إلى ملخص اللي هو رقمي. سميتا ذكرت في البداية أو أشارت إلى التأثيرات الاجتماعية في سياق هو الرقمية الجندرية، ثم الموضوع آخر أهمية ضمان الوصول للأشخاص ذوي القدرات الموجودة وصول الموجود. كذلك تحدثنا عن الفضاءات العامة والمكتبات لرفع المعرفة ومعالجة المشاكل الواردة، وذلك بالاستناد إلى حقوق الإنسان وأهمية الحقوق الرقمية في الحالات مثل كوفيد-19. فأرجو تدوين هذه التوصيات لتوصيلها فيما بعد إلى الأقل، وهذا يؤدينا إلى إنهاء الجزء الأول 25 دقيقة الأولى في موضوع الهوة الرقمي، وأعطي الصوت لزميلتي تاتيانا التي سترأس الجزء الثاني المخصص بالحقوق الحقوق والحريات الأساسية في ضوء كوفيد-19. تفضل. شكرا جزيلا، وأنا كذلك أود الحديث باقتضاب عن أما تحدثنا في الجزء الأول، وتم طرح سؤال على منصة Q&A، سؤال نوجهه إلى فالنسيا: ما هو التعاون ما بين المراكز الثقافية والمكتبات في عصر كوفيد؟ إن يا فالنسيا إن كان بإمكانك رد على هذا أو سنعود إلى ذلك فيما بعد. الجزء الثاني سيتمحور حول حقوق الإنسان وحماية الحقوق الأساسية والحريات الأساسية. نود أن نطلب من التحالفات التي تعمل على حقوق والحريات نوعا ما، وعلى وجه الخصوص تلك التي تكون معنية بذلك بشكل خاص، كيف الحكومات والشركات الخاصة تعمل على ترويج ودعم حقوق الإنسان أثناء الجائحة، وقد لا تنجح بذلك دائما بالاستناد على الدعم المقدم. جون، أود الانتقال إلى التحالف بشأن الاستدامة. عملكم مركز على الإنفوديميا كما تسمينه. ما هي الآفاق من وجهة نظر UNDC؟ ما هي المواضيع الواردة والقابلة للإصلاح في هذا السياق؟ السيد أوغيا لو سمحت.
شكرا لكم على الدعوة. بشكل عام هناك عدة أمور أريد أن تؤخذ بالاعتبار في هذه اللحظة. أولا أن الصحفيين والوسائل الإعلام بشكل عام عندما تتعرض إلى عدة أمور من بينها إلى دراسة في الفترة الأخيرة، رغم من أن القراء ارتفع عددهم خلال الأعوام الأخيرة حوالي 80%، فإن الصحافة لاحظت قلة موارد. هذا متعلق بازدياد دور الإنترنت والصحافة الرقمية، وهذا يتم أيضا تمويل مثل هذه وسائل الإعلام أصبح أصعب، لذلك التمويل من خلال الإعلانات وغيرها أيضا أصبح أصعب. هذا يؤثر على عمل الصحفيين. ما عدا ذلك فالنقد يفتقد في للأسف انقطع. الآن نسمعك. نعم، إذن فالشيء الذي نعدد منه أنه لا توجد إمكانيات أن تكون هناك حرية صحافة بدون صحافة. إذن إحدى أثمان هذا من أجل السعي لحرية وسائل الإعلام يجب أن ندعم وجود مثل هذه الصحافة. لذلك يجب هنا دعم هذه الصحافة من قبل الدولة، من قبل دور الإعلان وغيرها، من أجل بقاء هذا النوع من الخدمة. لا أدري كم بقي لي من الوقت، لم يبقى لديك وقت. إذن شكرا. أنا متأكد من أننا قد نعود إلى هذه النقطة فيما بعد. أوليفير أعطيك الصوت الآن وثم سنعود إلى الهوة الرقمية وعلاقتها بالحرية والحقوق الأساسية. وقبل أوليفير أود إعطاء المجال لمجموعة بشأن حقوق الطفل. نحن نسمع عن هذه الحقوق الأساسية للأطفال كثيرا، ويدور النقاش الكبير حول ما إذا حول كيفية تأثير الجائحة على الأولاد والأطفال، كيف يمكننا حماية الأطفال عبر الإنترنت أو بالإنترنت، وما وظيفة هذه التحالفات في هذا الشأن. شكرا لك. كان لدي الفرصة للحديث أثناء الجلسة السابقة والحديث حقوق الأطفال. كما قيل سابق، الصحافة المهنية المحترفة لم تتلاشى، ولكن يجب أن ندفع عليها، لأن لدي مختلف الاستكتابات والاشتراكات، وهذا مكلف. الأطفال ليس عندها اشتراكات، ليس عندها نقود تدفع مقابلها، يجب أن نعول على الصحفيين المحترفين المهنيين الذين يتمسكون بالقواعد السلوكية والحقوق. فهذه القاعدة غير مطبقة دائما في المنصات الرقمية، والأولاد كثيرا ما يحصلون على معلوماتهم من الإنترنت، فهذا جزء من حقوق الإنسان وله انعكاسات كبيرة على الأطفال. فأنا وافق ما قيل في بداية المنصة، ما قالته سميتا، أن كوفيد-19 كشف عن شيء ليس بجديد. هناك عدد أكبر الآن من الأطفال الذين يتصلون بالخطوط الساخنة وهم غير قادرين على الاتصال بمدارسهم
3.4 مليون من الأطفال في بريطانيا ليس لديهم وصول موثوق بالإنترنت في الولايات المتحدة. هذا الرقم أعلى ويبلغ 9 ملايين، وهي من الدول الأغنى في العالم. فيا ترى ما هي حالة الأولاد الآخرين في الدول الأقل ازدهارا؟ لأداة الواجبات المنزلية نحتاج إلى الإنترنت أو كتابة مقالة عن الحرب والسلام للمدرسة. فيروس كوفيد بارز هذه النقاط وأظهرها لنا بوضوح أكثر. شكرا، إن وقتك انقضى وانتهى. شكرا لك، سنعود إليك. والآن أريد أن أرجو من أوليفير من التحالف الديناميكي بشأن القيم الإلكترونية والإنترنتية، وأنا أعرف أن تحالفك مهتم بكل ما هو مضمون بالإنترنت. هناك قواعد محددة تحكم ذلك. تحدثتم عن التدخلات لحماية حقوق الأطفال والصحافة ودعم كل ذلك. كيف عملك المتعلق بالحقوق الأساسية بالإنترنت بإمكانه أن يجمع بين كل هذه المواهب؟ هل هناك من قاسم مشترك؟ شكرا لك يا تاتيانا. أنا سمعت هنا الكثير من الأصوات الجوهرية، ونتحدث عن طريقة عمل الإنترنت والحقوق الفنية والتقنية السائدة فيه، CCIP وإلى آخره. كل هذه القواعد من الألف إلى الياء، عدم التمييز، كل ما نراه في يومنا الحاضر أن الحكومات أحيانا تعمل عكس ما يجب عليها. أن نحن نسمع أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم الوصول للأطفال والبالغين على حد سواء، الذين ينعدم لديهم هذا الوصول. إذن بدلا من ذلك، الكثير من الحكومات كانت تركز على أشياء مختلفة تماما وغير ذلك ضمن تحالفنا. وأيضا التحالفات الأخرى كانت تخاطب وتشير إلى نسبة الرقابة الزائدة على الإنترنت، وهذا يقترب من قمع المعارضة. فبرامج فاير وول التي تسد الوصول وإلى والحالات إقفال الإنترنت، نعم يجب أن تكون هذه الأشياء متوفرة، لكن في الحالات التي يستغل ذلك للسيطرة على الآخرين، مثل هي حالة الشركات الكبرى التي تحاول من خلال ذلك أن تفرض هيمنتها على الشركات الصغيرة، فهذا إخلال بالحقوق الأساسية بالإنترنت. وهنا عدد كبير من التحالفات انضم إلينا ووقع على هذه على هذا الرأي وهذا التقرير منا. شكرا لك يا أوليفير. على الآن إن هذا يعطينا إمكانية أكبر للنقاش، فأن بعض المتحدثين سيتحدثون عن هذا الأمر أيضا. نعود إلى الأمور الأساسية والقيم التي تظهر حتى على الشات، من القضية الجنسانية عن الأطفال عن الفقر. أريد أن أسأل سميتا الذين تحدثوا عن الحقوق الأساسية وحمايتها في الإنترنت، هل تستطيعين إضافة شيء في هذا المجال؟ نعم، شكرا. أعتقد أن يجب أن نتكلم، وكتبت عن ذلك في الشات، أن الوصول إلى التعليم، إلى المعلومات، ومن يحصل على مثل هذه، وماذا يحصل عندما تكون في الشبكة مثل هذه المعلومات. أثناء جائحة كوفيد
رأينا أن هناك ازدياد كبير في ازدياد العنف السيبراني وفي المناطق المغلطة هذا العنف يزداد أيضا. هذا يعني أننا نعود مرة أخرى إلى الحقوق الأساسية، إلى التمييز، إلى التعليم. إذن يجب نتكلم عن وصول البنات والنساء إلى هذه التقنيات بغض النظر هل كانوا هم تحت تأثير العنف أو لا، أو من مثلا منع استخدام الهاتف المحمول أو غيره. إذن نحن نقول عن الوصول إلى الحق في الوصول إلى هذه التقنيات. نتكلم هنا عن أن هل هذا الوصول هو سهل؟ هناك القليل ممن يتكلمون بالإنجليزية أو بلغات دول التي هيئة الأمم المتحدة، فإذا أيضا لديهم صعوبة مضاعفة في الوصول إلى المعلومات، وكيف لهم أن يتكلموا في مثل هذه المنتديات؟ أو المعلمون من قرى نائية ومن قرى صغيرة، الصحفيون في هذه المناطق أيضا لديهم صعوبات. أنا أبحث في 5 أو 6 أماكن حتى أجد مكانا أستطيع الدخول إليه على صفحة ما، فحتى في الوصول إلى منتدى حوكمة الإنترنت وجدت صعوبة في الدخول، فكيف بغيري؟ إذن عندما نتحدث عن هذه القيم الأساسية يجب أن نفكر بهذه الأمور، كيف نسهل هذه الأشياء وكيف نفعلها بشكل أحسن وكيف يكون نشاطنا أفضل. أرى أني لاحظت ما كتبه جون على الشات، هل لك أن تزيد تعليقاتك في هذا الشأن يا جون؟ أعطيك الصوت. لا أضيف أكثر مما كتبته على شات. أنا معجب لما قاله مايكل، وللأسف الوقت ضيق للحديث عنه أكثر. هذا النظام الذي نحن فيه الآن كأننا ندفع على الحقيقة، الطفل يدخل الموقع الإلكتروني ويقرأ أن المحرقة لم تحدث إطلاقاً أو أن أمريكا فازت الحرب العالمية الثانية والاتحاد السوفيتي لم يكن له دخل في ذلك. فما العمل بكل هذه الأشياء؟ فيجب علينا أن نعمل شيء في هذا الصدد. شكرا يا جون. لدينا لحظة قصيرة لنتحدث عن كل ذلك. ومايكل الآن دورك، هل حوكمة الإنترنت تستطيع معالجة ذلك؟ نعم بالفعل، ومن الأشياء التي يجب النظر فيها واستكشافها الصحافة والتنمية المستدامة. هناك طبقات تتراكم فوق بعضها البعض، ويجب إشراك الكثيرين فيها. لذلك منتدى حوكمة الإنترنت يجب أن يكون قادراً على الجمع بين هذه المحاور. وأنا أعود وأكرر دائماً فيما يخص الصحافة، ماذا عملنا نحن في بداية هذه السنة؟ نشرنا نداءً مشتركاً وقع عليه أكثر من 80 منظمة ومؤسسة، نهدت به إلى تقديم الالتزامات. الشركات الفنية يجب أن تتوقف من وضع نوع من الإعلانات في قائمتها السوداء بموضوع الكوفيد. في مطلع هذه السنة الكثير من مقدمي الإعلانات منعت نشر البوستات أو التعليقات الخاصة بالكوفيد،
حضروا ذكر بعض التسميات أو الماركات أو العلامات، وهذا أدى بأضرار على الصحافة المهنية. هذا مثل من الأمثال الكثيرة التي تخطر ببالي، فأشير فقط إلى أن إلى الحاجة الدائمة لتوسيع الوصول، وهذا شيء جوهري من وجهة نظر الطلب على الصحافة، وخاصة في الجزء الجنوبي من كوكب الأرض. وهناك حاجة للنقاش عن ما تقوم به أو ما يجب أن تقوم به الحكومات أو الشركات الكبرى لتقديم الدعم لما نقوم به، وخاصة من الناحية المالية، فنستطيع أن نعمل كثير. ولذلك تحالفنا يعمل على إشراك وسائل الإعلام في هذا النقاش عن هذه السياسة. تم عزلنا في الماضي عن ذلك، ولكن يجب الآن أن نبذل الجهود في هذا الصدد، وشكرا. لدينا بعض اللحظات في هذه الجلسة. جون أراد أن يضيف شيئا، تفضل يا جون. ما هي أين هذه الأموال التي كانت تدفع الصحافة من الإعلانات؟ أعتقد لشخص واحد لا يجلس معنا الآن ولكن ربما يسمعنا، إذا قامت الحكومة بوضع حدود تعطي بعض الكبار فقط الاستفادة من ذلك، فأقول نحن نود الحصول على آليات سوق تسمح بأن بالتخفيف من هذا عدم التوازن. فبعض الشركات التقنية الكبيرة التي لن أعدد أسمائها هي تستفيد من هذا الوضع وتربح الكثير، ليس فقط على مستوى الاتحاد الأوروبي ولكن في الولايات المتحدة. لا أريد فقط أن أقول أن سلبية، هناك أيضا أمثلة إيجابية ولكنها أقل بكثير. في الحقيقة أنا من أنصار الحوار ولا أجد تغيرات ملحوظة. رأيت أن فيسبوك حذر من إلغاء خدماته في أستراليا إذا ظهرت هناك قوانين، فإذا شركتان أو ثلاثة تسبب كل هذه المشاكل ولكنهم لا يشاركون في هذا النقاش والحوار. ماريان معك حق، كتبت في الشات أن لدينا عدة دقائق للحديث عن حقوق الإنسان، خلال دقيقتين من يتكلم؟ شكرا، سأعطي صوت لجون. فيما يخص حقوق الوصول إلى الإنترنت، ف ماركو قال بوضوح أن هذه، أو مايكل قال أن هذه الطبقات متشابكة أو متقاطعة فيما بينها البعض. الوصول ليس فقط عبارة ضغط على زر واحد، لكن حق الوصول يبدأ قبل هذه المرحلة، وإمكانية الوصول والوصول شيئان مختلفان. أن إمكانية الوصول تقل فيما يخص الطفل الذي عمره مثلا 10 سنوات، فعنده أيضا الحق في المعلومة. طفل عمره 5 سنوات أيضا يمتلك حقا للمعلومة، وهذا منصوص عليه في مدونة حقوق الإنسان. نحن نعلم أن هناك من ينسحب من هذه المعاهدات وتسمح للشركات أن تتدخل في هذه الأمور تحت قناع الجائحة أو تحت حجة الجائحة، ويجب العمل على إخضاعها لهذه المساءلة. وفي الختام
مع ظهور المعلومه والحقيقيات تظهر هناك اخبار مدلله او متضاربه، فلا الوضع جدا معقد لان ليس كل واحد يتحدث نفس الشيء، ويجب ان نميز ما بين الحقائق وما بين المعلومات المفبركه. الصورة ليست بيضاء سوداء فقط، ونحتاج إلى التنوع الإعلامي، وهذا نستخرج منه حقائقنا، ولكن يجب الحكومات أن ترتقي إلى هذا. شكراً. هذا تلخيص جيد لهذا الجزء الذي يتعلق بالقيم الأساسية. سنبدأ الآن بالجزء الثالث. سأعطي الصوت إلى زميلتي حنان التي ستنسق الجزء الأخير. شكراً لكل المتحدثين الذين تحدثوا، ولكن سيكون الفرصة أيضاً. هناك أمور كثيرة تتعلق ب كأناس عاديين ونستخدم هذا الإنترنت. سوف الآن أعكس هذه القضية، فلننظر إلى جزء آخر من المجتمع في جزء جلستنا، هي دور الشباب. كيف الشباب يستطيعون في ظروف الجائحة هذه أن يقوموا بواجباتهم العادية؟ كيف من منظور الوباء بأعين الشباب؟ سيتكلم غوستافو الذي سيتحدث باسم تحالف الشباب. نعم أسكي، وقبل كل شيء سأعيد النقاط التي تم الحديث عنها من قبل وأؤكد عليها وحتى ألخصها، أن وباء كوفيد-19 عمقت الفروقات التي كانت موجودة، الاجتماعية، الاقتصادية، العمرية بالنسبة للشباب والتعليم بشكل عام. فإن القضايا السياسية المحلية والوطنية كالأمور الانتخابات كان لها أفضلية عن الأشياء الأساسية التي هي مهمة لنا كشباب، كالتعليم مثلا. فالشباب أصبحوا في مستوى ثاني، وظهرت على السطح القضايا السياسية والانتخابات، وحتى الآن هذا الشيء هو أهم من خلال ورشات العمل التي قمنا بها في البرازيل. وصلنا إلى نتيجة أنه يجب الفهم أكبر ما هو الإنترنت وما دوره في المجتمع. هذا ليس شيء لا يمكن فهمه ولا يمكن التعامل معه، يجب تثقيف الناس ما هو الإنترنت، كيف تعمل بعض المنصات بالإعلام وبالتضليل وغير ذلك. هذه المعلومات الأساسية يجب أن لا تغيب عن ذهن الشباب، ونستطيع أن نعرف ما الذي هو مسموح وما الذي هو غير مسموح لنا. شكرا لك يا غوستافو على هذه النقاط الجديرة بالذكر. وأرسل سؤالا لك يا كريستوفر الذي يمثل تحالف الخاص بالمتصلين وغير المتصلين أو المفصولين، ولقد ذكرتم أن في أثناء الجائحة الكثير من المواضيع قد برزت إلى السطح، وما هو الدور الذي لعبته أو لعبه هذا التحالف فيما يخص التوعية والتثقيف بما في ذلك
الجهات الحكومية عن أو بموضوع احتياجات المواطنين. كريس غير موجود، ربما الآن انضم إلينا أو على قليل سنضم. كريستوفر، لا أعرف إن كنت قد والسؤال الذي طرحته عليك. أتمنى وفقنا بذلك. مرحبا كريستوفر، مايكروفونك مكتوم كما يبدو، وللأسف صوتك غير واصل إلينا، على الأقل إلي لا أسمع منك شيء. ربما سأحاول حل هذه المسألة الفنية وسنعود إليك بعد لحظات لنسمع المزيد عن أعمالك في تحالفك الديناميكي لرفع شأن التوعية. فدعونا نعود الآن لتشاري. أنا أعلم بأنكم تقومون بعمل كبير من أجل المهام الأساسية، فهل لك أن تحكي لنا عن البطاقة التعليمية وغيرها من مهام التعليم الرقمي؟ شكرا. نحن نقوم برفع مستوى الوعي بأنه ليس فقط ما نقوله نحن مهم، ولكن المجتمع بأكمله يتحدث عن ذلك. الأمين العام المتحد أنطونيو غوتيريس بدأ يتحدث في عام 2019 عن الاستراتيجية الإدماجية، وإذا تخطينا هذه العواقب المتعلقة بالإقصاء من عدمه، فالعالم كله سيستفيد من ذلك. في عام 2019 أكسنشر نشرت تقريراً أشار إلى بعض الفوائد الاقتصادية من إشراك الأشخاص المعاقين للعمل كموظفين وتوصيلهم بعض المنتجات. هذا يعود بالفائدة للجميع، فيما يخص المعاهدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فهي تتحدث الكثير عن هذا الموضوع أيضا في سياق خارطة الطريق وأهداف الأهداف الألفية والأهداف المستدامة. وخارطة الطريق تخص ملايين من الأشخاص المعاقين. أضربكم مثلا بسيطا، في هذا المنتدى هناك مئات من الجلسات. لو كان شخص واحد يريد مشاهدة كل هذا المحتوى فقد يستغرق ذلك 3 سنوات، ولكن نحن أدرجنا تطبيقا يوفر الكتابات لمن له مشكلة مع الصوت، وهذا يسهل الأمر على كل المعاقين. أعود لكريستوفر الذي ربما حل المشكلات والخلل الفني الذي لدي. سأسمع صوتك حول زيادة الوعي في المجتمعات التي تتعامل معها. نعم نسمعك الآن، تفضل. شكرا لك. أنني أستطيع أن أمثل التحالف الديناميكي والذي يصل المقصين والأشخاص الذين منعزلين. نحن نفتح الأبواب للجميع. هناك قليل من المعلومات مجموعة عن النجاح أو الفشل الذي يتم في هذا المجال. إن البيانات التي نجمعها حول هذا الموضوع ليست كافية. في قاعدة البيانات التي لدينا جمعنا كل معلومات عن عملية وصل الناس مع الإنترنت والقضاء على الحواجز التي تقف أمامهم مثل
جنسانية أو الإعاقة أو الأمور الأخرى التي تحدثتم عنها قبل قليل. هناك حوالي 1000 مبادرة في هذا المجال حول قمنا بعرضها على صفحتنا على الإنترنت. نحاول أن نجمع قاعدة معلومات تساعدنا على التعرف عن الناس في جميع أنحاء العالم، وأن نعرض معلومات عن الأشياء المفيدة والأشياء التي لا فائدة لها. فالكثير من العاملين في الميدان لا يستطيعون أن يوثقوا ما يفعلونه، وبهذه الطريقة تذهب نجاحاتهم أدراج الرياح، ولا نستطيع أن نجمعها ونعطيها ونوصلها إلى غيرنا. طلب مني أن أتكلم عن قضايا الثقافة والتعليم. نحن بشكل رئيسي تحالفنا يهتم بهذا الموضوع. هناك مشروعان أساسيان عالميان حول المدرسة، وهو منسق مع اليونيسف، والثاني مع تيمان وان الأستاذ من بريطانيا العظمى، وهو مشروع موجه للمهمشين. وهذه دراسة عن هذا الحادث والوصول إلى الإنترنت. ليس كل من عنده طفل في سن المدرسة يستطيع الاستفادة من الثقافة أونلاين، وهذا يدل على أن التواجد في الإنترنت والوصول إليه يصبح حاجة ماسة للناس، وخاصة أن هذه الجائحة عمقت هذه الحاجة، وعمقت أن بعض الأطفال يقولون أنهم خسروا هذا العام الدراسي لأنهم لا يستطيعون التكيف مع هذه الطريقة الجديدة في التعليم. فهناك الكثير من يساعد في هذا المجال، يساعد التعليم على الأشياء الجديدة، على الابتكارات الجديدة. نحن نرى الكثير من هذه الإمكانيات في الإنترنت التي تحاول أن تساعد أيضا. وهناك أيضا على مجال القطاع الخاص، كما لاحظنا أن في جنوب أفريقيا هناك تم إعطاء طيف جديد لنطاق العريض السريع للإنترنت، وأن هناك أجهزة تتجاوب مع هذا النوع من الإنترنت، وهذا مؤمن من قبل الدولة. إذن هذا كله يعطي فائدة. وأيضا تعرفنا على أن هناك شروط أولية يجب أن تتوفر لدى من يستخدم الإنترنت للتعليم. فإذا هذا الطيف الذي نتصل فيه مع تلامذتنا أو مع طلابنا يجب أن يكون ذو جودة معينة، يجب أن يتم فرضها أيضا على هذه الشبكات. هذا واضح في إيطاليا مثلا، بأن هذه القاعدة، قاعدة البنية التحتية، غير كافية للتخديم. آسف على مقاطعتك يا كريستوفر. أعمالك متوفر في الموقع، ولكن يجب أن أقاطعك في الحديث لأن هناك جانب آخر أود التطرق إليه. أرغبكم على مشاهدة النقاش على الشات، منصة الأسئلة والأجوبة. هناك من يطرح أسئلة، هناك من يجاوب. هناك 3 أسئلة أريد طرحها عليكم، وربما نستطيع أن نجاوب عليها. والشيء الأخير الذي هو مسجل في قائمتي يخص تمكين الناس، أي إشراكهم في الحوكمة.
وإدارة السياسات الدولية، أمر الذي ليس بسهل على الإطلاق. كنا نتوقع أن العمل الأونلاين سيسهل من إشراك أعداد أكبر من الناس في وضع بعض السياسات، ولكن صراحة يبدو، وأنا سأعطي الصوت الآن لستوارت وأرجو منه التعليق عليه، فكيف يمكننا تمكين الفئات الأضعف لإشراكها في صنع هذه السياسات؟ فليتفضل. شكرا شكرا. وعلي أن أقول أنني مهتم بالمكتبات وتدوين الكتابة. المكتبات بإمكانها أن تلعب دورا مهما في تأمين الوصول إلى الإنترنت لردم هذه الهوة الرقمية، وهذا ما يحتاج إليه الناس، زيادة المشاركة المناسبة، وهذا متصل أيضا بالتعليم، وهذا ما نحاول عمله أثناء الجائحة، الاستفادة من موارد المكتبات والقيام بالتثقيف والتعليم الإلكتروني. وهذه مواضيع مهمة في هذا السياق. نحن نشهد حاليا أعداد هائلة من حالات استخدام الموارد المكتبية من مختلف الفئات، ليس لا أقصد فقط الأوديو بوكات، ولكن أيضا المسنون كما ذكرت فالنسيا في حديثها، ونحن نرى أيضا تحولا واسعا والتوجه نحو التعليم عن بعد. وكما قال كريستوفر، أود لفت انتباهكم إلى ما يجب عمله في المستقبل، وهي مشاكل الترخيص للمعلومات المطروحة من المكتبات، وأيضا القيود على عدد المستخدمين في آن واحد للوصول إلى نفس النصوص، وأيضا القيود على استعارة بعض المنشورات من المكتبات أو المكاتب، وأيضا البحث عن معلومات هو أيضا مقيد أحيانا. وهذا أقصد بذلك النصوص الإلكترونية والمقالات، سأضيف رابطا لكم بهذا الخصوص على الشات. والمشاكل الكبيرة المتعلقة بحقوق التأليف، وهي المسائل التي تعرض مرارا وتكرارا. مثلا هناك من يشتري اشتراكا في نتفليكس لتجنب مشكلة حقوق التأليف، وهذا يولد بعض القلق، ونحن نحتاج إلى الشفافية والمعايير التي يمكن تطبيقها في التعليم عن بعد، فحص مستوى أسعار الريبوكات التي أحيانا تكون جدا مرتفعة. وأيضا نتحدث عن قلة الأجهزة نفسها. في المعرفة في مجال التعليم هي شيء عظيم، وهي لدي في هذه اللحظة إجابتان عن هذا الموضوع حول الاندماج الاجتماعي، وسأعطي الصوت إلى محمد. تفضل، هل تستطيع الإجابة أنت الآن؟ السؤال يتعلق بموضوع إعطاء الأقلية حقوقها والأقليات التي غير ممثلة. شكرا لك. أعتذر منكم لأنكم لا تروني، ولكن لدي إنترنت ضعيف، لذلك سوف يكون عندكم فقط الصوت من قبلي. أود أن هناك قضية تم عرضها فيما يتعلق بالوعي، وخاصة مع إعطاء الهوية والشخصية للناس. إذا أردنا أن نفعل ذلك يجب
مثل مجموعة الناس المعوقين أو لا شيء عنا بدوننا. أي إذا أردتم أن تتحدثوا عن قضايا المعوقين فيجب أن يكونوا هؤلاء شركاء في الحديث عن هذا الموضوع. أما عن التحالف الذي المعني بالوصول إلى الإنترنت وإلى الشبكة الرقمية، فمع التعاون مع جوجل لاحظنا أن هناك أيضا موانع وخلل، فهناك إمكانية لإعطاء أفضليات للأشخاص المعوقين للوصول إلى الإنترنت. نحن أيضا نقوم بتوزيع مثل مخزن للأشخاص غير المعوقين، يوفر لهم ما يحتاجونه. ونحن أيضا نريد أن نقول أن في العام القادم، فإذا المنتدى الحوكمة سيعود إلى علاقات المباشرة، سنطرح أمور أخرى. آسف على المقاطعة في الحديث لأن دقيقة قد انتهت، وأود الآن أن تطرح توصيات محددة كتابة، والآن أعطي الصوت لسميتا لأن عليها بكل تأكيد لها أن تضيف شيء في مسألة التمكين. شكرا. من المسائل التي نحتاج إليها في سياق ردم هذه الهوة هناك نقطتان. الأولى، من الأسباب التي من أسباب ظهور المشاكل، ومن الناحية السياسية الكثير من الناس بالفعل غير قادرون على فهم الواقع. لماذا هؤلاء لا هناك سياسات أحيانا غير واقعية تبقى على مستوى السحابات فقط. والشيء الثاني، النقاش الذي يدور في بعض في أوساط بعض الأقليات أو مجتمعات محلية أو من لا يتحدث باللغة الإنجليزية، هذه الفئات ما زالت تظل تبقى في المأزق. ومسألة الجندر أو الجنس دخل في IDF لأن الأشخاص الأكثر ذكاء مني بدأوا يتحدثون أنه يجب رفع شأن الجندر في هذه السياقات. نحن نحتاج أيضا الوصول إلى المتعة ومن خلال استخدام هذه التكنولوجيات وعمل ما نريده ونستمتع به. هناك حاجة في هذه الفئات المتضررة، هناك حاجة إلى هذه المساواة، وهي تستحق هذه المساواة في هذه المواضيع. وهذا معناه يجب إشراك عدد أكبر من الناس لهذا. شكرا على هذه التوصيات الملموسة، كما هي الحال دائما ما سميتها. وهنا وصلنا إلى خلاصة الجزء الثالث حول التمكين والتعليم عن بعد. والوقت المتبقي لهذه الجلسة سنتحدث عن مستقبل منتدى حوكمة الإنترنت ومساهمات التحالفات الديناميكية في ذلك. وأريد في الختام ختام هذا الجزء أقول إن من الضروري أن يعمل منتدى حوكمة الإنترنت على تبادل الآراء والأفكار فيما بين الفئات غير الممثلة بشكل جيد. على سبيل المثال، حصلت أمس على اللقاء أن الطاولة المستديرة للبرلمانيين
أعربت أن رغبتها في التعاون مع التحالفات الديناميكية، وهذا جيد. نحن أيضا نريد التعاون مع البرلمانيين ميدانيا لنجعل أصواتنا مسموعة. وأود إعطاء الميكروفون لي والصوت لي. شكرا لك يا حنان. كما قيل من قبل، لم نستطع أن نستمع إلى جميع الأصوات، لذلك سوف الآن تفضل يا غوستافو خلال دقيقتين بالكلام. سأتحدث باختصار من أجل التمكين. أريد أن أقول أن هناك عديد من الأساليب لتمكين الشباب. عديد من الأشخاص ينشط من خلال الإنترنت من أجل خلق سياسة رقمية. إذن حتى نقفز في هذا الموضوع، العديد من الناس لا يوجد عندهم مثل هذا الاهتمام، يأتون ويذهبون. نريد أشخاص شباب يكون اهتمامهم دائم وفعلي، فهؤلاء هم سيساعدون في مساعدة المحترفين في إيجاد نظام وترتيب واضح في الشبكات. ونحن في مجتمعاتنا وخاصة في مجال منتدى الحوكمة بفضل مثل هؤلاء المتطوعين نستطيع، واهتمامهم الدؤوب، نستطيع أن نصل إلى مبادرات يمكن تقديمها في هذا المجال من أجل بناء نظام جديد. وفي وقت يكسب فيه الناس قليلا، من الصعب جدا الحصول على متطوعين أكثر. شكرا على هذا الربط ما بين النقاش السابق والحالي. أما مستقبل منتدى الاي جي اف، ما يمكن لمجتمعنا في الحوكمة أن يقوم به لنسهل هذه القفزة أو هذه الطفرة النوعية نحو الأمام؟ هل يقوم منتدانا بعمل بما فيه الكفاية؟ أود تقديم متحدثين لكم في هذا الجزء، وخلاصة للجزء الأخير أيضا. الآن أود إعطاء الصوت لممثلة الشباب. ما هو مستقبل المنتدى؟ شكرا يا تاتيانا. سوف أتحدث بإيجاز من نقطة نظر، من وجهة نظر تحالف الشباب. الوضع الحالي يتم النقاش حوله في تحالف الشباب، ونحن نطرح موضوع وهو ما هو دورنا كشباب الآن ومستقبلا، وكيف يمكن أن نجعل أنفسنا مرئيين أكثر في المستقبل، كيف نتعاون عن كثب مع المجتمع الدولي، وكيف نرتب وننظم أعمالنا في مع سفراء المنتدى. نحتاج إلى أصوات أكثر، ونحتاج إلى المزيد من الانخراط. المواضيع ذات الاهتمام بالنسبة لنا يجب مناقشتها من قبل الأشخاص الذين يكون صوتهم مسموعاً، وهذا في سياق الشباب. وما يخص مستقبل التحالفات الديناميكية، وأن نركز على العمل. ربما لم تكن الجهود حتى الآن مركزة على الاعتراف بدورنا، ولكن من المهم الآن هذه المنصات ونموذج IGF Plus، وهذا النموذج وهذا النمط يروج إليه كثيرا. منصة القادة في المستوى أشارت إلى ذلك العمل. التحالفات
الديناميكية وغيرها من العناصر لعمل مجموعاتنا يجب أن تعول على التعاون الرقمي. نحن شاركنا كذلك في بحث IGF Plus باسم YC أو نيابة عن YC. علينا كذلك الترويج للعمل ما بين التحالفات، وفي هذه كنا نتعاون مع على إعداد الإقرار فيما يخص الرقابة والوصول، وشاركنا في جلسة حوارية نظمها تحالف الحقوق الداخلية، وهذا خير دليل على أن العمل عمل التحالف الديناميكي يزداد دوره من أي وقت مضى، ويجب أن يكون هناك دخلنا في تحسين عمل الـ IGF مستقبلا. وفي الختام أود لفت انتباهكم إلى أن إلى ضرورة إشراك عدد الشباب إلى هذه الأعمال، ويجب ملاحظتهم وإشراكهم، ويجب ترغيب أصحاب المصلحة والشأن في التعليق على ما نقوم به. يجب أن يكون صوتنا مسموعاً لتشكيل مستقبل منتدانا والوضع العام بالإنترنت بشكل عام. شكراً لك يا إيلي. نسعد جداً عندما نرى شباباً متحمسين للنشاط وللعمل. الآن أعتقد أن التحالف بشأن القيم في الإنترنت سيكون لها دور كبير في هذه القفزة الكوانتية حتى نقول. الآن لديك صوت. شكراً لك يا تاتيانا، أنت منفتحة جداً. أود أن أقول أن عن التحالف الديناميكي، هذه الجلسة تظهر تماماً أن كل تحالف يدخل من وجهة نظر مختلفة إلى هذا الموضوع. لا أعيد أن أكرر ما قالته إيلين، أن مستقبل منتدى الحوكمة الرقمية مرتبط جداً، وهو على يقع على أعتاق التحالف الشباب الديناميكي. فمن يرانا نقول لك بفضلكم سوف نفعل ذلك. إن الناس الذين يشكلون هذا التحالف هم الذين يساعدون على تحقيق أهداف. أود أن أذكر الجميع أن 3 أو 4 أشخاص معنا، أعتقد بقي لنا عدة دقائق لختام هذه وتلخيص هذا الجزء الذي كان قصيراً للحقيقة، فليتفضل جيل. الأشخاص المعاقون يريدون أن يكون مدمجة ومشاركة، وهكذا كذلك بالفعل، ولكن نحن في التحالف وضعنا بعض المعايير من أجل زيادة هذه النسبة، فنحن جهزنا مجموعة من الأدوات ونرجو تطبيقها، وبعد أن بعد أن انتهت الجائحة، أتمنى في السنة القادمة ما بعد الجائحة سوف نتقابل مباشرة، ولكن تكاليف حياة المعاقين أعلى من تكاليف المعيشية للأشخاص العاديين مثل المواصلات العامة وتكلفة الوصول. لدينا خطط ومرامج كثيرة ونريد التعاون معكم مساعدة الأوساط الأكثر فقرا. يجب عدم نسيان حقوق هؤلاء الأشخاص ذوي الاحتياج الخاصة. سنواصل مساعدتك. شكرا يا جيري. شخصان بعد وثم سنقفل هذا الجزء من المنصة وثم سنأتي إلى الخلاصة. يوتا تفضلي. شكرا يا يوتا.
تاتيانا على إتاحة لي الفرصة في الحديث باسم التحالف الديناميكي الذي أنتمي إليه، وكذلك كالمنسقة المشاركة في العديد من التحالفات. أنا استمتعت بالمعلومات الوافرة التي وردت في هذا النقاش، وذلك في سياق الجائحة، وليس فقط تعلمنا الأفكار حول إمكانية تنمية هذه التحالفات، وسنتبع توصياتكم. وأضيف مني أو من الدائرة البرلمانية المستديرة وأكثر منها، وهذه الجلسة اختتمت أمس، وكانت هناك أفكار وآراء مثيرة للاهتمام حول ماهية التعاون ما بيننا وما بينهم، ونحن لاحظنا أن ما بين الإطار الحالي والإطار السابق لهذا المنتدى في برلين، البرلمانيون قادرون على التعاون مع التحالفات الديناميكية ومساعدتنا في المضي قدما نحو الأمام. شكرا لك على كل العمل الذي تقومين به لإنجاح هذه الخطوات وتحضير هذه الجلسات كلها وهذا المنتدى. سوف نقوم بتلخيص هذه الجلسة. أود أن أقول أنني وأضفت هذا التعليق إلى الشات، أن في سياق بطاقة حقوق الإنترنت، أن نوعية الخدمات التي يقدمها الإنترنت يجب أن تكون متوائمة مع التطورات والتقدم الكبير الذي يحدث في التقنية والتكنولوجيا. هذا تحدثت عليه زميلتي. أود أن أشكركم جميعا على هذا الوقت الذي ضحيتم به، خاصة لأولئك الذين كان عليهم أن يستيقظوا ليلا و يتابع هذا المنتدى. هناك الكثير من الجهود، أوقاتكم هي أيضا أموال التي تعتبر أيضا جزءا في من نجاح هذا المؤتمر. شكرا لكل المشاركين والمتحدثين والمنظمين وكل من يقوم من الناحية التقنية بدعم هذه المبادرة. سوف كل من معه مال فأطلب منه أن يساعد أيضا بوضع هذه تحت تصرفنا حتى أستطيع المساعدة في ذلك. شكرا لك يا ماريانا. أود أنا أن أقول أن عمليا 107 أشخاص موجودون معنا الآن، وأريد أقدم إلى حنان الصوت كي تختتم هذه الجلسة. شكرا لك يا تاتيانا، وشكرا لجميع المتحاورين المشاركين في هذه الجلسة. لقد بفضلكم أصبح النقاش جدا مثير للاهتمام. اللقاء مسجل، فدائما نستطيع أن نعود ونستمع إلى ما تم طرحه أثناء هذه الجلسة، النسخة الكتابية، وهذا يزيد ذلك قيمة. أشكر كما يقال أشكر لمن ساهم في فكرة إنشاء هذا الجلسة، لماركوس وغيره. شكرا على كل العمل الذي وضع من أجل تنمية التحالفات الديمقراطية، وأنا أعرف ذلك شخصياً لأنني أرأس أحد هذه التحالفات، وأعرف أنها قادرة على تأثير السياسات السياسية ووضعها، وهذا يجد انعكاساته الإيجابية على الكثير من المواضيع. إذن هناك شيء مفيد يستطيع كل الحصول عليه، ومن ناحية الانضمام أو طريقة الانضمام إلى
التحالفات الديناميكية، فهناك في موقع الـ IGF الإلكتروني بإمكانكم العثور على هذه المعلومات، والانضمام إلينا هو عمل طوعي غير مدفوع اجتماعي بطبيعة الحال، ولكن بإمكانكم الانضمام إليه لأننا نعمل ونقوم بما نحبه ونريده ونعتبره قيما وموضوعيا. خلاصة هذه الجلسة، أتحدث عن كلنا لديكم الدور الذي يجب أن تقوم به، يجب أن نكون أكثر شمولا أو شمولية، يجب الضمان لمشاركة الجميع، كل المجتمعات وفئاته. الإنترنت له أهمية أساسية، من كان يشك في ذلك في سياق تقدم الشعوب سابقا الآن فهم هكذا هو بالفعل. الجائحة زادت من عمق هذه الهوة، هناك فجوة رقمية وفجوة جندرية، فالمهم أن لا نهمش أحد ونشرك الجميع في هذه العملية وأن نقوم بما نحبه. هذه المنصة أتمنى ذلك أن تلعب دورها البارز في حث السياسيين على الأخذ في عين الاعتبار لكل هذه الجوانب، و من أجل استجابة للإشارات التي يتلقونها من المجتمع الخارجي. وأنا كمنسقة في السابق أشجع وأرغب جميع المشاركين على الاطلاع على هذه المواد المطروحة من التحالفات الديناميكية، لأن هذه المستندات والموارد تتحدث عن ذلك بالتفصيل أكثر مما كنا نتحدث عنه أثناء هذه الجلسة. لا يوجد هناك حل مثالي يحل كل المشاكل، ولكنها قيد العملية، وهي عملية على قدم وساق، ويجب أن نكون منخرطين في عمل الـ IGF منذ 20 سنة بعض الأشخاص تقريبا، ونحن في النهاية أصبحنا قادرين على إدماج فئات برلمانية أوسع في هذا النقاش. أتمنى أنكم أحببتم هذه الجلسة، فأنا هكذا أشكر الجميع، وكذلك للمترجمين وتاتيانا وموس وشكرا على دعمكم في مجال العمل على تنمية التحالفات الديناميكية، وشكرا جميل المتحاورين، وهذا كل من جانبي مجددا الشكر والامتنان، و إلى اللقاء لكم جميعا. شكرا منسقة، خير منسقة. كذلك نحن نشكر لمن كانوا يضيفون الكتابات لصم البكم، وشكرا على هذه الجلسة الرائعة.